السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم صحة والعافية، عساكم على القوة. يا هلا يا هلا، بعد انقطاع كبير من التصوير لتغطيتنا الناموس رجعنا لكم من جديد، وما شاء الله شوفوا حجمه شلون تغير الحين، ما شاء الله ما شاء الله، شوف يدلع يمه بعدين، ما شاء الله ما شاء الله. بيخلي أمه تقوم، هلا بالناموس، هلا بمطرة، هذه مطرة ما شاء الله، شوف ما قد حجمها ما شاء الله ما شاء الله، هذه شي مطرة. تعيش العافية تعيش العافية. أكلات وشبعات عن قاعدة تريح، الجو حار مسكين اليوم. تعال هلا بهالصوت، هلا ما شاء الله. ما شاء الله، هني تخزين الماي في هالمكان هذا، سبحان الله. هاي يعني قولتنا التانكي مال الجمل هني، ما شاء الله. طبعا الاجمال اللي حنشوفها الحين، هذا الحين ناموس تربيتنا هني ومطرة إليها، من النادي عليها بالاسم وينادوا عليها، يعني يجي صاحب المربنهم بس مجرد بالإشارة يأشر عليهم يجون، يعني يصرخ عليهم أو بالسيارة يضرب الهرن سيدا يجون، وقت ما يطلعونهم في البر هني يمشونهم شوي. ما شاء الله، هذا اليوم صار له كم والشهر وثلاثة أيام بالضبط، شهر ثلاثة أيام عمره الحين، ما شاء الله ما شاء الله. مثل ما قلنا لكم أنا الحين صار له شهر وثلاثة أيام ما شاء الله. هاي حجم الأم ما شاء الله عليها، يعني كبيرة ما شاء الله، يعني أنا عطولها من هني إلى هني مترين تقريبا، هلا هلا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هاي صوت الجمل الصغير البوش، وهذه مطرة ما شاء الله. شوف شلون يدلع على ما يحكي روحه في امه هني.